أهلا وسهلا. ومن كف السر الأعداد the number Arabic number، وهالسر عند الإمام علي. سامحوني، يعني الإمام علي هو زردشته، هو الباب، يعني هيدا سر كبير. شو ما بدكم تسموه، الفاروق باب ومدينة. نحن الولد الولاد نحن بضيعة دوما ما فيها أبدا، ما بنعرف في إسلام، بس في مرأة اسمها أم علي ما نعرف ليش، ابنها من عمري وبعده موجود، وين رايحين عند أم علي؟ ما مرة حدا قالنا في مسلم مسيحي بالضيعة. عم بحكيكم من 70-80 سنة، وما كان في أنطوبيلات وسيارة، ما نعرف. وبي أرمني عاشوا المجازر يعني، بس ما حطوا فينا هالخوف وهالحقد. وكان بالضيعة في بنات حلوة كتير، وكانوا اللي بدهم ينفون صائب السلام وبيك كرامة وبشارة الخوري، كلهم ينفون على دوما الحلوين هونيك، ساريتا وكل هالناس الحلوين جايين من البرازيل وهيك، وفالت الدنيا يعني حلوين. كيف فيك تقلها لهالمرأة الحلوة والرجال يلي هني كانوا حاكمين لبنان ينفون ويطلعوا على دوما؟ كلهم يتمنوا يطلعوا على دوما لأنهم حلوين. فإذا الجمال مقبول ومنفتش عليه، وكلنا حلوين. الله هو مالك الملك وهو الجمال. الطبيعة كلها حلوة، العصافير كلها حلوة. شوفوا هالتابلو، علي علوش، يعني علي علوش. هاي الحمامة، نحن بتضيع الحمامة غير شيء، يعني معناتها حمامة. شوفوا هالريشة، الديشة خفيف، الريشة كسرت. شوفوا شو حلوة، جزع شجرة. هاي الحمامة هون، هيدي أم الأرض. سر كبير بقلبه لعلي علوش. إن شاء الله ولاده ما تروح على المدرسة، يحبوا يرسموا وبس. هيدا الإبداع. بدنا هوم سكولينج بالأمة العربية يا أخوتي. هول مدارس سكرون، والمشافي والمستشفيات والمطاعم والنا والنا والكازينو والمزينو. قالوا ليه؟ مين بيصلي أحلى، بالكازينو أو بالكنيسة؟ قالوا بالكازينو. قالوا ليش؟ بكل عم بيصلي من قلبه بده يربح. بالكنيسة مرة الخوري بيفهم، شافنا قال أنا وجاية على الكنيسة، وقفني حمار. قال له يا أبونا يا أبونا لوين رايح؟ وقام مدري هيك قال لي الحمار وعي كلهم. أبونا شو قال لك الحمار؟ قال شو قال الحمار بتوعه، بس شو عم بيقولها الحمار عم تشخره. يا قتلنا أنا تعودنا على كلامك. أحلى مطرح تنين بالكنيسة. قالت لا لا أما، قالت لها مامي إذا دفعنا مصاري هلأ من فل منها. الولاد ما بيحبوا الكنيسة، بيلعبوا برا. اليوم ما بدنا طقوس، بدنا نفهم بالعلم. خمسة مثل حرف الاس، زاوية 2 3 4 5 five angles. ستة ستة، سبعة سبعة، ثمانية ثمانية، تسعة تسعة زوايا. كلمة زاوية يا حبيب قلبي، زاوية حلوة كتير بفانكوفر. إذا بدي روح بعيش معهم. الشيخ يلي بفانكوفر بيعرف كل العيلة، بيزورهم كلهم. قلت له أنا ما عندي شريعة، ما بصوم وما بصلي ولا شيء أبداً، بس حبيتهم كتير وكرمة وهيك عيونهم بتضوي ولطفة، وبحب عيش بزاوية صوفية. قالوا لي بحلب إن شاء الله. بلبنان إذا عنا أي زاوية صوفية ما فيها شريعة وما فيها طريقة، خلق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق، بس كلنا نعرف بعضنا. قريباً أنا عندي شيخ بحياتي، هو خلق بسوريا، إجوا لهون تيحكي عن طائفة بروتستانتية، ومرق شيخ شافوا برا صغير عم بيلعب، حط إيده هون، فات هالولد عند أمه مسكته بإيده وراحت فيه على المسجد، قال له ناطره وأخده، وما عادوا يحكوا بإرساليات مسيحية.
وبس تشوفوا لعبد العزيز سعيد بتقول هيدا مسيح، هيدا علي، هيدا محمد، هيدا بوذا. ما حدا بيقدر يقدم له شيء، قاعد حد الجامعة وهو المستشار الروحي بالبيت الأبيض. بحس فينا كلنا عبد العزيز سعيد عنده هالعلوم، لا بيصوم ولا بيصلي وما بده شيء أبدا، منه عايز أفقر الفقراء وأغنى الأغنياء، وهذا هو الإسلام. فإذا العدد the number، بدي أقولها بالإنجليزي وبترجمة أو مش بترجمة بحكيها، remember you are not a number، remember that you are a member، تذكر أنت مش عدد، تذكر أنك أنت عدة. نحن مش أعداد، مش حشود، مش جماهير. والجماهير هودي بيجوا للمشاهير. بدبي حاكم دبي 5000 واحد إجا تيتعرف على كلمة ناو، الآن شعبك أنت، ولو ما الآن موجودة في القرآن، آن الأوان الآن، بحرف حميم حقيقة محمد. بتجيب واحد أجنبي، واحد بلا أخلاق وكلهم، ما بياخدوا كلمتين من هان ومن هان وبيعملوا كتاب. The secret. أنا ما بقرأ إلا أوشو لأنه أوركسترا، حكي عن كل شيء، منه فلوت. عشان هيك ريغن قال له بده ينشر الإسلام، قال له الإسلام قبلك وقبله. إجا بوش قال هيدا بده يحط الرينبو، قلت له الرينبو من زمان موجودة بأمريكا وموجودة ببريطانيا، أهل الذكر على منابر من نور، الرينبو هو قوس القدح. مشان هيك إذا بتشوفوا هالحصيرة هيدا هالألوان كلها، هالألوان الحي فينا وفينا انطوى العالم الأكبر. بسوريا بيقول شلونا تقبرني أمي ليه مصفر، اللهم ابني مدري ليه مخضر، ما بعرف أنا شفته محمر. أنا أقوله لونه كيف هو هيك غامق على بني على الإناء ينضح بما فيه. فإذا إذا فيكم كل سنة أو آية بلغ آية بتكتب عربي، واحد اثنين ثلاثة بتكبر الحكمة. خافوا مؤامرة من بعد إسبانيا، حطوا خمرة وهشك بشيك وتنقر بنقر، وقع المسلمين بس مش الإسلام، سيعود ولو على يد كافر. كافر يعني كفرة. ليكو بلبنان في كتير كفر صغارتا، كفر زبيان، كفر عقا، كفر 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 شخنا. بدنا نغير الأسماء بلبنان، سمي هيدي بيت السلام، يعني كيف الحارة، شارع الحق، شارع العشق، شارع المحبة، شارع النور، هيك مش أسماء بني آدم، لا باب السلام، أبواب مكة والمدينة ومطرح ما بتروح. أسماء ناخدها من القرآن الكريم تكون إلى رمز بكل إنسان كريم. فإذاً دايماً شو ما كتبتوا بشكر جريدة الشرق الأوسط، ولو ما أنا كنت عند حاكم ترررررا ما غيرتها، وقت قلت لك وغيرها بتسترجي تستضيفني، ما حدا بيسترجي. كل تلفزيوناتكم أنت فرعون الفراعنة، التلفزيون تبعك قلت لي التلفزيون لقلك وطلعت معك شخصياً على المحطة عندك وقال بدك يا قولي، مين بيسترجي أي تلفزيون غير هالتلفزيون بيعطيني حرية؟ منحطين كلكم فلس، أنا من طين أنتم من فلس. هلأ من بعد التسعة في الصفر، زيرو أنجل، بيقول It's never too late to learn. دايماً بتقول الله ما بقى فيني أتعلم، never too late، تعلم بهاللحظة. العلم بالتعلم كما الحلم بالتحلم. مشان هيك وقت الحبيب قبل ما ترك جسمه خذوني عند ستنا عائشة، لا راح لعندها، عندها العلم، ما شاركته بالعرق، مسحت له العرق، كان مسمم مثل اليهودية، شاركته بالريق، أخذت المسواك. ما تشتروا مسواك أبدا، كله كذب. أنتو مسواك يلي مثل معجون سنين، كلكم عندكم مسواك،
بتهدوا بعضكم نسويك بتحطوا بجيبتك، ما تعطيه لغيرك، هيدا لك من ريقك انت. ابنك يعني معقوله، بس هو عنده كمان. اليوم ما بقى عندنا ريق نظيف، ريق ستنا عائشه كان نظيف، اخدته. نعم، صرنا نعرف كلمة رمضان، هالكلمة الحلوة اللي من خمسة أحرف وألف ونون وفرقان وقرآن وقربان. مشان هيك بدي أحكي بهالكتاب الصغير، وما تسألوني وين الكتب، ليك شو بقول، كل الأحلام أوهام، ما حدا يفسر أحلام. حتى الرؤية اللي بتشوفوها، نعم رؤية. أنا كان عمري 50 سنة جسدياً وعاملين حفلة بالبيت أمريكا، كلنا سمعنا الصوت وما قدر يتسجل صوته، وأحلى المكانات لأنه شغلتنا بكنيسة التوحيد، في شابين إخوة عنده الموسيقى وهيك، كارل أنتوني، حطوا كارل أنتوني من أشهر المطربين. كلنا سمعنا صوت وشفنا إشارة، سمعوا الكلام انه هيدا عربي، وشفت اشارات كثيره. بعدين قال لي مشي، قلت له بس ما في طريق، قال لي نور على نور مشي. وشفت بيي شو عم بيتعذب، وشفت امي معلقه هيك. بيي قال لي ماني مطول، قلت له انت نبي يعني ما فيك تساعدهم؟ قال لي اعمالهم من سنوات، الاسلام يجب ما قبله، الإسلام هو اللي تكن مشيئتك، الإسلام عدم الاستكبار. بتضلك تشوفه هي اللي عم بيعلمك تستكبر، 95% الأمراض من هي. بتضلك حبه مثل الرابعة، ضليت حبه للشيطان، تشفت الله فيه شيطان رحماني وفي رجماني، انت شو بدك، من عمل مثقال ذرة خير أو شر. انتبهوا، الأحلام هي علاقة بقدرنا، بماضينا، بمستقبلنا. كتاب صغير لميتشو كوشي بيقول لك منين بتجي الأحلام، كيف بتشيلها، كيف بتواجهها. انتبه شو أكلت، أنا ما فيني أكل شيء في بيض، موز، قلبين وأجبين، دغري بحس بوجع قوي كتير وما فيني أقوم من الفرشة تاني يوم. هون بقول لهم كان فيها بيض، هي يقصف عمرك عملناها وحطينا تتشوفيها، هي كان فيها موزه، شافت موز؟ قال لي ما بقى فيني. هون ضل شي ساعتين اتعذب، ما فيني هالنقطه. جربت، قلت بدي اجرب، وشفتها موجوده شقفه لحمه، كنت اكل لحمه وعصافير وبزاق. اول مره اكلت بزاق بحارة حريك، كانت امي ماتت وجبت له لبي، وهو شاف البزاق ومثل الولد هرب وصار يركض ويصرخ يقول لي كبيون كبيون. انا امك طلبت منها الطلب ما تفوتي على البيت، يا بي طيبين كثير وانا دقتهم ابدا، اعطيتهم للجيران، قلت له شلتهم تعال فوت على البيت. ما عاد فرجي انه البزاق بيتاكل، وفي بزاق صغير كنا نعمله وناكله. هلا ما بقى اكل اي مواد حيوانيه، في انواع بحطوها فيها جبنه بتضربني هون. شو بعمل؟ عنا اياها بتطلعوا على حاصبيها، جوزي عم تنباع من اسرائيل، بجيبوه على الجنوب $500، في بحاصبيها نسيت اسمك يا حبيبي، بيعطيك اياها صدقه جوزي. من هالجوز بيعملوا زيت بحلب، كل واحد هالقد قليل من الزيت. أنا عندي، إذا في عندكم مطرح اللي بتشوفه. آه ماما زيت الجوز، بتضرب المقامات الأربعة بجسمك، علم المتمن دقيت دغري. هلأ ما عندك هي وما قدرنا نجيبها، كلنا عنا غار بكل بلاد الشام واليمن هلأ بتأدي كل
كل السنة. وين بتحطه؟ مطرح الوجع. هيدي هالبطة هون ما بتعود فيها تتحرك، وشيله من البيت وسامحوني، بيع الفواكه، الموز والكيوي. الموز للسعدين بصير ينط جمب لوط جمبلاط، والكيوي مثل المرض الايدز والسرطان. رو كتب لميتشو كوشي، اي كتاب هيك صغير. سو بس اكل اكل هيك بحلم خوف عذاب، ولو كنتوا حاطين شي لحمه بها والله مرقني لك شقفه صغيره، لانه الذبح مش حلال وجسمي نظيف فيها، بحس بهالطاقه الحرام بجسمي. ما حدا حلل غير الحبيب يا اخوتي، حطوا العلم. جابوا كل الديانات وكل الطوائف بامريكا، بيكي الشيخ قال هيك ذبح الحبيب. اللحمه صارت بروتين فيجيتال. بنت من القبائل وشيخ من القبيله بدو هن اللي حللوا، والباقي كله ضل حرام، صار فيها خوف. فاذا اي كتاب لميتشو بتقري، شو هو الحلم اليونيفرسال الكوني، الحلم الكوني، وفينا انطوى العالم الاكبر. هيدي الرؤيه، فوت تتعرف، بتشوف المسيح، بتشوف الحضرة المحمدية العلوية، بودا، كريشنا، رابعة، إشارات بتجيك. ربك فكبر، ربك فكبر، مودته تدوم، مودته تدوم، وكفي الطريق، لأنك بتلتهي. أنا ما عاد فيني أكل فواكه، مرة مدري وين أخذوني وطلعت، هالجمال، هالفاكهة، هالمي بتفوت بجسمك كلها، عالم تاني لحو كله فينا. بس ما تلتهي، هينيك إذا التهيت بتضلك ملهي. أنا وقت نزلنا على بيروت ما كنا نعرف في شوكولا، وأمي بعترضي الزبونات عند بي يجوا على العيادة، كنت بالبيت، اشتريت شوكولا والمفتاح بعبة تفتح، نعرف بدها تضيف جايين الضيوف، نقعد كلنا ولاد الحي، تقول ما تاخذوا منها بتضر، بتهر لكم سنينكم، هيدي بس للزبونات تيهروا سنينهم، بس انا ضيف الشوكولا بتردوها ما بتاكلوها. نحن امي تضيف قدام الناس، تضيفنا نحن واولاد الحي، ناخذها ونركض ناكلها، بس نرجع البيت ناكل قتله. بعدين عرفت، بس ميتشو قال شو فيها الشوكولا، بس في شوكولا تاني ممنوع تفوت على امه العرب، في طرق فوتوها، كاكاو 100%. مرة بس عطول مريض حبة. نحن بلبنان ما عنا كاكاو، عنا بلوط مر وبلوط حلو، عنا كستنا، كستنا اللي بتركيا أحلى، عنا بندق بلبنان، الكاجو مش من عنا. كل مما يليك، شوف شو بيطلع. ونحن عنا صنوبر، كان الولد اللي عنده شهوق ياخذونا على الصنوبر بدوما ويولعوا شيء اسمه القش. يشيلوا البلغم. هلا اذا في عندكم شيء اسمه لبان، بتمنى ما نغش فيه. هاللبان ولعوه بالبيت وحط عليه قوة، وعملوا هيك، مش مثل هيدا في حزب مدري مين وبيعمل هيك، هو هون وهون، هالتنين وثلاثين درسوا سن وناب، وإذا أكلنا طبيعي قد ما بنقدر نباتي، من بين السنين بينزل ريح فظيون. عيطي للولاد بتشيل الرمد. كلنا كانت اماتنا، بس هلا الريق ما بقى في سلام، ما في صحه. كان في بكل بيت شجره تين، بنقطف تينه فجه بتعصرها بينزل حليب منها، بنحطها على التلوله.
وبعدين الماما بتربطها بخيط بتهرب لولي. رجعوا إلى هالكتب يلي بتحكي عن هالعلم. لحظة. Natural healing from head to toe. أنا عشت معهم. اثنين من أكبر العلماء. كورنيليا أيهارا وجوزها هرمن أيهارا. وبس مريم تطبخ يتعجبوا. لأن إحنا بأمة الشام واليمن عنا اللطشة بالأكل. ما منشم وما مندوق. بس منعرف هيك تطلع طيبة. ومرة بدي أعمل تبولة كنت. وقال لهم مش هاي البقدونس. مش هاي. بعدين أخذوني مطرح. كل الأكل، الأعشاب، الخضرة التليانية. ها. إيطاليان بارسلي. بأمريكا اسمها إيطاليان بارسلي يلي نحنا بقدونس، مش كزبرة. بقدونس. فإذا وقت اللي بنعمل تبولة 90% برغول. عندك 20 مطحنة. بحكي بكرة فيها عن الجسد كيف بصح. بيسموه عند الأرمن إيتش أو تبولة الشتاء. بالجنوب كلهم بيعرفوها. بي بس بلش يحكم ناس يجوا من الجنوب طلعت أمي طشة والأرمن بالحي كلهم طشين قدام المرة من الجنوب. طلع بي وأمي أنتوا هيك كمان؟ قالت لها إيه؟ نحن بندق على البلاطة بالجنوب بدقوا على البلاطة أحلى من الأرمن. وبعدين قالت لها هي تبولة الشتاء. انتوا بتقولوا لا ايش، نحن بنقول تبولة الشتاء. بالجنوب يا اخوتي، انا مره في مستشفى حد بامريكا، فيرفاكس هوسبيتال من اهم المستشفيات، في حد واحد ببيع فلافل. قال لي سامعه بمطرح اسمه لبنان؟ قلت خلي سبنا. قلت له لا. قال لي لبنان حد اسرائيل. انت منين؟ كذبت، من تركيا. قال لي نحن تعلمنا الفلافل من جنوب لبنان بيعملوا فلافل هيك. قلت له شو سميته وليش اسمه هيلينج فلافل؟ قال لي الجنوب ما بيقلوا. قلت له ما بيقلوا؟ قال لي لا بيفهموها. دائما اهل الجنوب هن ين انرجي، هن اللي بيساعدوا الشمال. اهل الشمال انفلاش كلها هيك تك تك، امريكا في افريقيا دا 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 كلها وكله ببلش قلب، امريكا، افريقيا، استراليا. قلت له كيف بتعملها هي؟ بيعمل فلافل بيعطوها للمريض بالمستشفى، ترويقها غدا عشاء، بيصح المريض، بفوتوها بالمغفر. قلت له ليك انا من لبنان وفيني فوتها، وعندنا شارع مش شارع حي مش حي طابق طابق. قلت له صدري طابق؟ قال له صدرك بنايه. عندنا طابق لنا كان لكل عائلة بندر بن سلطان وكلنا عيال والوحدة عيلة وحدة. قلت له أنا فوت الفلافل. قلت لهم كلهم. قلت له هاي الفلافل. وجيت على لبنان اللي بيعمل هيك فلافل قلوا لي بحط الخبر وشكرا هو. ما في مقلي. الفلافل كلها بتعملها الماما بالبيت من الشوية مش على الفحم. الحطب. هيدا الفحم استيراد ما بدي إياه. بتشوي الفلافل. بتغطى بالسمسم، تشوي الخضرة كلها، ما في خضرة نية، انتبهوا. ونحن بلبنان بنعمل طراطور، بالجنوب ما بيعملوا طراطور. بيعملوا حمص بطحينة رخوة. صارت جرين بين فيجيتابل. ما فيها مقلي، ما فيها زيت أبداً، وبترشها. شافوا اللي بيتروى وبيتغدى والساعة 6 كمان هيك بيوقف الأدوية. خلال شهر وصح. صار يفوتوها لأهل المريض بالمخفي. ثانكيو ما بدنا أكل من عندكم. أنا أمه عم جيب له أكل. جيب معه. لا جيلو ولا كل هوشلون. فإذا بدنا فلافل. بس ما بدي مقلة. سألتهم بالجنوب ناس وقت هيك ليه ما بتقلوا؟ قال ما كان عندنا زيت للقلي. تذكرت أمي هيك وحماتي وكلنا بحارة حرايق بالغبيري بالبرج. كنا بس نقلي زيح زيح زيحوا الاولاد يا عذرا سامحينا ويكبوا الزيتات بالتراب. كل ما قليوا يكبوا الزيت ما يرجع يقلوا فيه مره ثانيه. بلشت اقرا اسيد الكالاين
ممنوع القلي ولا بيت تقله. قال لي شو طبختي اليوم؟ قالت له قلت لي تعمل كبة، حملت بطاطا وكبة، ريت بطاطا وكبيته. كل البطاطا اللي عم تشتروها منه بطاطا، هيدا عمي خيبيه، عمي خيبيه ديران يغيان بأمريكا، عنده شارع باسمه مهندس زراعي. البطاطا كلها ما بتتاكل، هو شال من المادة يلي مسمة وعمل البطاطا فيك تاكلها. رحني معك هلا هيدي، تروحي على البيت عند هشام بقصف عمرك اذا بتحكي. هاي ضفدعة بدها تضل. لحني هو معنا، ما في بزر طبيعي بكل أمة العرب، بأمنكم إياها، خلوها تفوت على المطارات ولا بقى تمنعه. موجودة بالهند وموجودة بمناطق خاصة بأوروبا. هيدا بيطلع كله بلبنان، لأنه لبنان بلد خمس فصول، نحن مثل أمريكا عصغير. هيدي بدها تطلع بقى عنا، اسمها بردق، أهم الأمراض وأصعب الأمراض بتشفيها، بتطلع بلبنان. ما زال بتطلع بالسودان، بتطلع بلبنان ولا خيي؟ إذا بقلكم بالسودان حرام يكون في مريض عندهم، شاف الكلى عندهم كل شيء. أنا رحت لعندك وحاكم السودان دعينا. هلا هيدي من زمان ما كانت عيامي بلبنان، هلا في أحمر وأبيض وفجل ولفت. وبدي فرجيكم أنا شفتها بالسعودية، من السعودية عم تطلع. قال لي واحد، لا هيدي منا بالسعودية. قال لي أنا بعرف عند مين، ما تخافي، نحن عم نزرعها بالسعودية. السعودية فيها أرض جميلة كتير ما بتسدوا، مثل لبنان وأجمل أبها وهالمناطق الحلوة، هي بتطلع. وكل الخضرة بتطلع بالسعودية، اللي بيطلع فيها تمر بيطلع فيها أكل لكل البشر، فيها رز، الوحيد اللي فيها رز أسود بالطعم كل بلاد الشام واليمن. شوفوا كيف فينا نزرعها بالشام بلبنان وين ما كان. نعم كلنا عنا إياها ومناكلها نية، مناكلها مطبوخة. هاي شفناها، هلأ هاي دخيلكم كل اللي بهر شعرون، يعني سرطان بالدم، يعني عم تاخد شي كيمو ثيرابي بيضر طبيعي. هيدي مهمة كتير، خلوها للمريض، ازرعوها وما تشيلوا، هو لازم تطلع عنا. البزر موجود عنا، اتصلوا فيي وبيتأمن لكم على البيت وين ما كنتوا بأمة العرب.